خويا قلت عطيني بوله الليد، عطيني بوله الليد فيليبس. عارف اش كنقول؟ اليوم غادي نتكلموا على البوله الليد ديال فيليبس، وغادي نشوفوا الميزات ديالها، وغادي نشوفوا كيفاش بها يمكن ليا نزيد نقتصر. نديروا مقارنه في الشراء والاستهلاك ما بين بوله الليد ديال فيليبس وبوله ستوندار. البوله الليد ديال فيليبس ثمنها 40 درهم، الاستهلاك ديالها في العام 6 كيلو وات، ثمن الوات درهم، اذا 6 دراهم ديال الاستهلاك في العام كامل. البوله الليد ديال فيليبس كدوم 10000 ساعه، اي 10 سنين الى احترمنا شروط الاستعمال. اذا 6 دراهم ديال الاستهلاك مضروبه في 10 سنين غتعطينا 60 درهم، نزيدوا عليها 40 درهم ديال الشراء ديال البوله الليد ديال فيليبس، اذا المجموع ما بين الاستهلاك والشراء في 10 سنين 100 درهم. نشوفوا دابا بولا ستوندار، ثمنها 5 دراهم، كدوم غير عام في احسن الاحوال، الاستهلاك ديالها 60 واط، اذا 60 درهم في العام. الا ضربنا 60 درهم في 10 سنين بحال بولا الليد ديال فيليبس غتعطينا 600 درهم، غادي نزيدوا 50 درهم ديال الشراء ديال البولات في 10 سنين، اذا المجموع 650 درهم. البولا الليد ديال فيليبس الثمن ما بين الشراء والاستهلاك في مده ديال 10 سنين 100 درهم. اما البوله ستوندار ما بين الشراء والاستهلاك في مده ديال 10 سنين 650 درهم. البوله ستوندار اللي كان كتبان لينا في الشراء رخص صبحات كتقام 6 المرات غلا من البوله الليد ديال فيليبس. المثل كيقول عند رخصو تخلي، لا ماشي نصو، 6 المرات ثمنه. شفنا بالمقارنه وبالحساب الاقتصاد اللي يمكن لي ندير مع بوله وحده الليد فيليبس. ايوا نحسبوا البولات اللي عندنا في الدار كاملين، وهنا غيبان ليا بانني كنقتصد وكنزيد نقتصد. كيفاش كنقتصد؟ لان الفاتوره ديال الضو كتنقص، وكنزيد نقتصد لان البوله الليد فيليبس كدوم 10 سنين وكتوفر ليا 90% من استهلاك الطاقه. كاين اللي كيظن بان البوله الليد فيليبس كتعطينا غير ضو واحد، هذا خطا، لان البوله الليد فيليبس كتعطينا الاختيار ضو ابيض وضو اصفر، وكل ضوء مكتوب في لومبالاج ديالو. مهم نقراو ونتاكدوا بان البوله اللي غادي نشريو هي بوله ليد ديال فيليبس. علاش؟ لان ماشي جميع البولات ليد اقتصاديين وعندهم نفس الجوده ونفس المزايا اللي عند بوله ليد ديال فيليبس. البوله ليد ديال فيليبس اقتصاديه، كدوم لمده طويله، محترمه شروط السلامه، وبالضوء الابيض وبالضوء ومتينة. كل يوم ثلاثة الفائزين بمجموعة مصابيح ليد فيليبس، اتصلوا ب 0522-512-015 أو شاركوا عبر الموقع philipsconseil.ma. السؤال هو شحال تستهلك مصباح ليد فيليبس في العام؟ 60 درهم؟ 30 درهم؟ أو 6 درهم؟ وحد سعيد للجميع.